مش أصلي ذكية وبطلب من جميع الشعب، إذا كان الكبير والصغير، إن إحنا نتعاون، المقتدر يتعاون إن هو يساعد الغير مقتدر، حاجة أشياء بالقسط، أشياء حرف يعلم ويتعلم، ما يسيبش إن الدنيا كده في حالة تسول، في حالة سلبية، والسلبية بتعم على الكل، وحق على الصغير برضو الفقير ان هو يراعي ربنا وما يلجأش للتسول ولا الشحاتة ولا كل دوت. برضو يحاول ان هو يفكر في مشروع ويطلب من المسؤولين ان هو يقصر له هدفه او مشروعه، وبطلب برضو من المسؤولين ان هم ياخدوا الامور بجدية ولا يسيبوا الفقراء، ولا في نفس الوقت يروح يدوهم الحاجة مجانا، لا، يبسطوا جميع المشاريع، جميع الأحلام، جميع الطموح بالقسط على قد ما هو يقدر. فأنا دلوقتي أنا معايا كذا حرفة، فبطلب من سيادة المسؤولين حاجة واحدة، إن أنا أعيش من عرق جبيني، وإن أنا يحاولوا يساعدوني أفضل لآخر يوم في عمري أكون إيجابية. أنا حرفة أشغال يدوية، ملابس أطفالي، ملابس حريمي اللي هي بالصوف والخيط الصيفي والخيط الشتوي. يعني أنا حلمي إن أنا أشتغل في مركز تدريب، المسؤولين هنا بقول لهم عايزة مركز تدريب أدرب أو أتدرب، مش مطوعيني، بيستقلوا الكلام. لما أنا حالات اليأس فعلا ما كانتش بتزورني، زارتني كل شويه يقول لي ما انت عندك، انت عندك، اللي عندك مش عندها حد. طب انا غيري مش مكافح، انا مكافحه على قد ما هتتعب ربنا بيديك. انا من ذنب غيري ان هو مش صاحب اهداف، عايز هو عاجبه التسول، انا مش عاجبني. خدت تعليم الكبار وكافحت لحد ما خدت البكالوريوس تجاره قسم علاقات، وباذن المولى هعمل دبلومه. انا لسه في الطريق ومش هيأس اذا ربنا ما اذنش السنه دي، افضل ما انا عايشه ادور على العلم واني اعلم واتعلم.